رياضية مع الأصايل ومع هذه الانطلاقات الرائعة. ينطلق أحد أشواطنا الذي يسبق شوط الختام في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات في ميدان المرموم. يا سلام، انطلق الشوط ليحمل المهجنات الأصايل لبكار الثنايا في شوطنا الثاني عشر في هذا المساء في 8 كيلومترات. مشاهدينا متابعين الكرام، وهذا الانطلاق الجميل. انطلقت الشعارات، انطلقت الآمال مع المشاركين في هذا الشوط. نسير مع مقدمة الشوط وتسيطر وتقود هذا الكم من الابكار اللي هي شرايين، اللي هي شرايين. والدكتور علي رضا الله مع شرايين اللي مسيطر على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني، المركز الثاني التواصل من بهجة، بهجة سعيد بن حمد بن محمد العفاري هو اللي يقدم هذه النوعية. نقلتنا على المركز الثالث والشاهينية، الشاهينية أحمد بن سيف بن سهيل المهيري بالزفين المهيري هناك مع هذا الانطلاق على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع تأتينا على رابع المراكز وتندفع هناك مزاحة، مزاحة سالم بن محمد بن صالح تنطلق على المركز الثالث، بينما المركز الرابع، المركز الرابع التواصل في هذه اللحظات. مشاهدين الأعزاء هناك ينخطف في هذه اللحظة، ينخطف المركز الخامس من قبل الجودة. مشاهدين الأعزاء الجودة تنطلق، وسالم بن يابر بن محسن اليربوعي المري على المركز الخامس، بينما المركز السادس، المركز السادس شملولة وحسين بن علي بن محمد القرشي تنطلق على المركز السادس. المركز السابع هنا التواجد من كيف مصبح بن عبيد بن علي الراشدي تندفع بقوة، بينما المركز الثامن، ثامن المراكز هذه تلفت وتعود ملكيتها لأحمد بن محمد بالكيلة العامري هي اللي تندفع في ثامن المراكز. والمركز التاسع هنا التواجد في تاسع المراكز، وهذه عتب مشاهدين الأعزاء وبريك بن سعيد بن صالح المري وبالعري المري. والمركز التاسع تأتي في المركز التاسع تحية مع هذا الانطلاق علي بن مبارك بن سالم، علي بن سالم الفراح هناك في المركز التاسع. والمركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام الشاهينية محمد بن سلطان بن رشيد الكتبي، هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى في هذا الشوط في شوط المهجنات الذي يسبق شوط الختام. يا سلام، بعد العشر أسماء وشعارات والكثير الأماني مع المشاركين والطموحات كبيرة للغاية، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى لهذا الشوط وفي هذا المنطلق. دعونا ننطلق هناك مع المراكز الأولى بعد إكمالنا للعشر المراكز في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل والانطلاق الرائع. وهناك شرايين تغذي شرايين الميدان بالانطلاق جميل، وهذه شرايين والدكتور ياتي بشرايين. يا الله، يا سلام، يا سلام. الدكتور علي رضا متابعا في هذه الانطلاقات مع شرايين ويقودها الى هذا الموقع ويركز في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل مع شرايين. الدكتور علي رضا بينما تاتي ومع شرايين لتنافسها على الناموس، على هذا الامر المشروع للمنافسة اللي هي الشاهينية.
الشاهينية مشاهدينا الأعزاء، وأحمد بن سيف الزفين. الله يا سلام يا سلام، يلا يا الزفين يلا يا الزفين، الرمز الرمز مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق. والسيارة يا سلام، المركز الثالث، ثالث المراكز تأتينا بهجة بهجة. سعيد بن حمد السعيد هناك يقودها، سعيد بن حمد بن محمد بن مية الاعفاري، مع هذا الشعار التراثي الجميل الذي ينطلق في هذا الشوط مع بهجة التي تندفع على ثالث المراكز. واشكرك يا بن مية على هذه المشاركة الفعالة والجميلة، بينما المركز الرابع ورابع المراكز. يلا يا الراشدي يلا يا الراشدي، دير بالك يا الصديق. يا سلام، هذه كيف كيف يا سلام، صبح بن عبيد الراشدي على المركز الرابع، بينما الجودة تأتي تأتي الجودة مشاهدينا الأعزاء. وهناك مالكها اللي هو سالم بن جابر بن جبران المري يقدم هذه النوعية الجميلة. وصلنا إلى المركز السادس، والمركز السادس اللي هي طرف ترف اسمها جميل. يا السلام، هذه ترف مشاهدي الأعزاء تنطلق بهذا الشوط لتعلن هذا التحدي الجميل. وترف أحمد بن محمد بالكيل العامري يقدم لنا ترف في هذا الشوط وتندفع بهذا الاندفاع، بينما المركز الثامن في هذه اللحظات وتأتي في المركز الثامن أمزاحمة أمزاحمة مشاهدينا الأعزاء. وسالم سالم بن محمد بن بجاد اللي يقدم لنا في هذه اللحظات اللي هي مزاحمة. والمركز التاسع التاسع هنا التواجد مشاهدين الأعزاء، يا السلام، شملولة تعود ملكيتها لحسين بن علي القرشي، بينما المركز العاشر وصلت هنا القربية باندفاع قوية في هذا الاندفاع، ولا الظفر محمد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على عاشر المراكز. هذه العشر المراكز الأولى في ندانا الثاني في هذا الشوط، بالرغم من الانطلاق هناك والشوط بدأ بير ما شاء الله، وبدأت الأمور تندفع مع لوحة الثلاثة كيلومترات، الخمسة كيلومترات، في الثمانية كيلو والثلاث التي تبقت عن السيارة وعن الزعفران، عن أمنية كل المشاركين في هذا الشوط الجميل. ولكن هناك شوف لحظات التغيير، شوف لحظات التغيير، هنا التغيير من قبل الشاهينية، الشاهينية أحمد بن سيف الزفين غيرت إلى المقدمة، بينما هناك لا زالت شرايين لا زالت شرايين تندفع مع لتنافس زفين شرايين، وتنطلق مع الدكتور علي رضا في هذا الانطلاق الجميل. يا سلام، دير بالك دير بالك يا دكتور، ركز 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 يا سلام. المركز الثالث، الجودة تأتي في المركز الثالث، وسالم بن جبران المري يقدم الجودة في هذا الشوط لتندفع على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع بهجة بهجة سعيد بن حمد بن مية العفاري. الله يا بن مية الله يا بن مية في هذا الانطلاق، دير بالك دير بالك يا سلام. نعود مشاهدينا الأعزاء هناك مع هذا الانطلاق والاندفاع الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الخامس، خامس المراكز، هذه وصلت في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع. مرعوش مرعوش يابر بن راشد بن صالح المري على المركز الخامس،
والمركز السادس هناك مشاهدينا الاعزاء حسين بن علي القرشي مع شملوله، والمركز الثامن وصلت في هذه اللحظات ترف احمد بن محمد بالكيل العامري، المركز التاسع الظفر محمد بن محمد بن زايد المنصوري، والمركز العاشر هناك تدخلت رقم سبعة عتب 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 بريك بن سعيد بن صالح المري. يا سلام، الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط، بدت الأسماء، بدت الأسماء، يا سلام يا سلام، هذه العشر المراكز، بدأ الزحف، بدأ زحف الأسماء اللي خلف العشر والعشر إلى المقدمة، خلاص السيارة في عيون الجميع، في عيون الجميع، ما تبقى إلا اتجاهنا الذي نتجه فيه مباشرة إلى المنصة إلى الناموس، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط والعودة إلى المركز الأول، وهذه الشاهينية اللي قادت هذا الشوط مع الزفين، يا الزفين الزفين يا الزفين، 1200 مشاهدين العزاء، دير بالك سيطرة قوية مع الشاهينية، أحمد بن سيف الزفين المهيري تنطلق بالمقدمة مع شرايين اللي تنافسها من البداية، والكيلو الأخير كيلو الأخير، يا سلام يا سلام يا سلام، الدكتور علي رضا، بينما المركز الثالث وتاتي هنا المرعوشة، بتنضم المرعوشة يا بربر راشد بن صالح ألف هيد المري، يا سلام الموقف، ولكن الزفين راح، الزفين الزفين الزفين، يا سلام لياتي بهذا الشوط بالشاهينية، بالدماء الشاهينية تتجسد في شرايينها في عروقها، أشكرك يا الزفين مع هذا الانطلاق، يا سلام أحمد بن سيف بن سيل الزفين المهيري مع الشاهينية اللي تنفرد لتحمل سلاماتنا من المرموم إلى جميرة، إلى جميرة في هذا المساء وفي هذا الانطلاق وفي هذا التحدي، أسعد الله مساك يا الزفين على هذا الأداء بدون منافس على الإطلاق. نعود إلى الشاهينية مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، تهانينا لك يا الزفين، تهانينا لك يا الزفين، تستاهل هذا الفوز، تستاهل الناموس بجدارة الشاهينية بدون منافس، بدون منافس على الإطلاق، تحياتي وتقديري على هذا الفوز أحمد بن سيف الزفين المهيري على هذا الفوز والناموس، تستاهل لحظات الوصول بينما بدون منافس على الإطلاق، المركز الثاني شرايين الدكتور علي رضا، بينما المركز الثالث وصلت في المركز الثالث هملولة عايض عايض بن مترك الدوسري في المركز الثالث، والمركز الرابع لأحمد بن سعيد بالكيلة العامري. عموما على كل حال هكذا كان مسار هذا الشوط الجميل وهذا التواصل، ولكن الشاهينية تألقت في هذا الشوط بالاندفاع بدون منافس، وصلت إلى خط النهاية لتعلن هذا الفوز وهذا الناموس الشاهينية، وتهديه لمالك الشاهينية أحمد بن سيف الزفين في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة و 26 ثانية 9 أجزاء من الثانية، تهني في 12 دقيقة 56 ثانية و9 أجزاء من الثانية، تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا التوقيت الممتاز الرائع، بينما المركز الثاني شرايين وصلت في المركز الثاني الدكتور علي رضا، قطعت المسافة 8 كيلومترات على شاشة التلفزيون في 13 دقيقة و3 ثواني 9 أجزاء من الثانية، تهانينا على الفوز والناموس.